استاذ مفيد شيحه طبعا من وراه النهارده فوشيا كريميك النهارده مهرجان وشوشه وفي مذيعين كتير دلوقتي بيعملوا ريتش. مفيده شيحه دايما بتشتغل بتجيب ريتش بس مش بطريقه غير مبتذله. ازاي بتعملي التويست ده؟ لا هو انا مذيعه تلفزيون وعاده مذيعه التلفزيون بيبقوا متربيين في بيت التلفزيون عارفين يقولوا ايه ما يقولوش ايه، ما يفرقش معايا الريتش لان زي ما انت بقول انا مش محتاجه اجيب ريتش، انا لما بنزل بنجيب ريتش، بالتالي المهم المحتوى. الحمد لله طالما انا عارفه اللي ليا ولا عليا هعمل ريتش. بتواجه بنت الفترة الأخيرة وبتعملي فيديوهات على السوشيال ميديا بتصوير مختلف غير البرنامج بتاعك، اشمعنى؟ فكرة يعني فكرة ظريفة، ناس كتير طالبينها وناس كتير عايزين نبقى متواجدين على السوشيال ميديا، فأنا ببقى زي ما هم عايزين يعني بحاول إن احنا نعمل حاجة اللي أنا عارف أعملها. لو لا قدر الله ما بقيتيش موجودة على التلفزيون هتفضلي موجودة على السوشيال ميديا ولا أنت التلفزيون الأساس بالنسبة لك؟ لا لو ما بقتش موجودة في الميديا أنا عندي my own business تلات ماركت وأنا حابة أن أنا أركز فيه وأشتغل لأن أنا بحب دايما أجرب حاجات كتير. بنتك عايزين نبارك لك على خطوبتها، كلمينا عن خطوبتها وليه كان في أجواء سرية عائلية كده يعني؟ لا مش سرية ولا عائلية بس كانت الظروف وما كانش حلوة قوي أن أنا في فترة بتاعت غزة وكلام ده نحن نعمل ما كانش في حد لي نفس بلس ان هي ما كانش عندها غير اسبوع واحد قبل ما ترجع تاني عشان تكمل امتحاناتها، فلقينا ان ده الوقت المناسب الحمد لله. دايما على السوشيال ميديا كانوا بيتكلموا فكرة المذيعين لما بيكونوا موجودين في برنامج واحد بيكون في بينهم غيرة شوية، ازاي انت الانسان بشر يعني مو اكيد الغيرة بتحصل. اسمك ايه؟ كريم. انت عارف انا بقالي 25 سنة بنقدم الستات ما عرفوش يكذبوا وبعدها الستات ما بتعملي ده خالص يا كريم، حتى الغيره بتحصل كتير اصلا هي مش موجوده معايا سوير.